النهارده باذن الله هعرف محتوى الكورس اللي معانا. الكورس عباره عن ظروف طبيعيه. اول حاجه باذن الله هناخدوها مع بعض المحفظه. هيبقى منظر ده كده من بره من جوه. وبعد كده تاني حصه باذن الله هتبقى البورتفوليه معانا. طبعا البورتفوليه ليه كذا ديزاين بس يعني حسب ما انتوا تختاروا انتوا عايزين تاخدوا ايه في الكورس. المهم هناخدوا محفظه والبورتفوليه في شكل برضه بيبقى كده من جوه. وفي ديزاين الشنطه ده. وطبعا هيبقى في حزام رجالي وحزام حريمي وهتعرفوا انواع البنوك كلها باذن الله والادوات والاماكن اللي هنجيبوا منها. الكورس ان شاء الله معانا هيبقى 5 حصص واشوفكم قريب باذن الله.